السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. اليوم عندنا فيديو كاشف معادن إن شاء الله تعالى راح يعجبكم. طبعا زي ما أنتوا عارفين، خلينا أول إشي نعطيك فكرة عن العمق للجهاز بتشوفوه شغال قدامكم. طبعا احنا رابطين الجهاز اخوان الكرام على شاحن 9 فولت، واللي هو يعني بطارية، ممكن البطارية لانه 9 فولت بتغني عن الشاحن، وايضا بطارية بمقدار 4.5 فولت. خلينا نشوف مع بعض الدائرة ومكونات. الآن خلينا بنشوف إعدادات الدائرة اللي كلكم يجوز صرتوا خبيرين فيها إن شاء الله. بنقدر إحنا بنعاير الدائرة من هون. طبعاً الملف صغير هاد تقدروا أنتوا تصنعوه، وفي فيديو كامل لكيفية إعداد هذا الملف اللي أضفناه على هاي الدائرة. كنا نستخدم أصدقاء الأعزاء سابقا هاي الدائرة مع IC555، وبنخرج الصوت مكبر، بنسمع الصوت بنعايره بنفس الطريقة، أو كنا نستخدم طريقة الست ترانزستورات بشكل متتالي للإرسال وتكبير الصوت. اليوم زي ما احنا شايفين راح نستخدم فقط 4 ترانزستورات بدائرتنا، فقط 4 ترانزستورات بهاي الدائرة، وراح تأدي إن شاء الله تعالى نفس الأداء في الدوائر هذيك اللي صنعناها وحكينا عنها إنها ممكن بتوصل في بعض الأحيان ما بين 2 إلى 3 أمتار. طبعا يعني دائرة صغيرة جدا زي ما انتم شايفينها مكوناتها البسيط. انا شخصيا وصل معي العمق الى 2.30 سم وحسب اعداد الملف. الملفات طبعا احنا فرجيناكم في فيديو خاص كيف نصنع الملفات، خاصة الملفات الكبيرة، وراح احط رابطه ايضا اسفل هذا الفيديو، وايضا فرجيناكم كيف نصنع الملف الصغير، وبرضه راح احط رابط هذا الفيديو اللي حكيت عنه اسفل هذا الفيديو. أصدقائي الأعزاء، مكونات الدائرة بالتفصيل مرة ثانية راح أحطها في موضوع إن شاء الله تعالى أسفل هذا الفيديو، وبالصور مفصلة قطعة قطعة. إحنا أذكر إنه استخدمنا فقط هون بدائرتنا 4 مكثفات زائد 4 ترانزستورات زائد 5 مقاومات 10 كيلو أوم، وكانت الدائرة ناجحة زي ما انتم شايفينها. نلتقي ان شاء الله تعالى في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.